ولك إذا بقول للناس إنه حمدي حميها أبي وأنا قاعدة بلا شغل ما حدا بيصدقني. لإمتى يا أبي؟ لإمتى بدي ضل هيك قاعدة؟ حرام عليك، دلولتك أنا فرفش معنا آخر العنقود تقبرني. ولك نفختي لي قلبي إلهي ينفخ قلبك. 100,000 مرة صرت قايل لك ضبي لسانك ما بتضبيه. سمعتي كلمة مرئيها ما بدك تمرئيها. قيمي شغلة رأسة الدبانة من مخك ما بدك تقيميها. نحلة يا أبي نحلة. بعدين شو المشكلة إذا صرت مثل ملهمة أوروبا كوتشوك هانم؟ آه بيطلع لي كون ملهمة أنا، ولا أنت ما شايف قدامك غير عزيزة اللئيمة؟ إلهي إلهي يلهمك الصبر وراحة البال. إلهي بونجور نية أمامي. وين وين تعي لهون؟ يا أمعوك إن شاء الله ولي على عيونك، ليش هيك لابس؟ لحقني يا بي. جيتك يا رمش عيني، إن شاء الله بقبرك. ورصاصي رصة. ولك عايشة بين عيلة مجانين أنا لك، آه على ما لاقي مين يقدرني ويدللني. على عيونكم إن شاء الله. شو شفت؟ شو شفت؟ شفت لك هذا أمين السالت بهالكرسي جنب لهالمحورة قبل تطشت، وقاعدين عم يتبادلوا مكاتيب الغرام المعطر بالأشواق الحارة كتير. جبت لي علامة؟ ولو تقبرني بصير مع جبلان. هذا منديل العاشق الولهان، سحبته من جيبته هو وكان عم يشوف نظرات الغرام. شوفوا لك عزمي، إذا بتجيب سيرة لمخلوق الشي اللي شفته لسانك بتعرفه للسانك بقصة. يعني عليك هذا الحكي.